استهداف قريتهم بسيارة مفخخة أدى انفجارها لاستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء. أهالي قرية أبو دالي والقرى المحيطة بها في ريف إدلب يجددون العهد على صون أرضهم والوقوف كتفا إلى كتف مع جيشهم العربي السوري في محاربة الإرهاب. بعد أن تجاوزنا ريف حماة ودخلنا ريف إدلب برفقة دورية من بواسل الجيش العربي السوري، أطل علينا النشامى بأصالة البداوة المحفورة في تاريخ العرب واستقبلونا على طريقتهم. قرية أبو دالي في ريف إدلب وعشرة القرى المحيطة بها اتخذت قرارا بأهلها الشرفاء بأن تكون محرمة على أي غريب يريد بوطنهم الأذى، فلا تكون ممرا أو مقرا للإرهاب. لهذا تم استهداف أهلها بغدر الجبناء الذين أدخلوا سيارة مفخخة لينتقموا ممن رفض الانسياق وراء مخططاتهم. شكلنا رجال وشكلنا مسلحين، والمنطقة مو بس عشيرة بني عز، كافة العشائر وكافة القرى الموجودة أكثر من 30-40 قرية بالمنطقة قامت اتفقنا على تشكيل لجان ومنع هذه المجرمين والإرهابيين على هذه المنطقة والحرامية والسراقين. فتم استهدافنا لهذا الموضوع لأنه هم إذا ما سرقوا وقطعوا طرق ما وسووا أعمال إرهابية ما يمشي حالهم. برأيك ما الذي سيفيدهم هذا العمل؟ هل سيؤثر عليكم؟ لا يأثر علينا ويزيدنا قوة ومناعة ويزيد كافة الناس اللي حتى كانت تتعاطف مع هذه الناس، في كان الناس بالمنطقة تتعاطف أدبيا واحترام للمطالب العامة، زاد هاي الناس إيمان وتصميم أنه هذول الناس وسخات وحرامية وسراقين وقطاعين طرق وإرهابية. المشهد بشكل عام مثير للغضب بكل ما تحمل كلمة الغضب من معاني. استهداف بهذه الطريقة القذرة يعني أكيد ما وراءها إلا أن تكون هناك ردة فعل بالمنطقة. على كل حال أنا أقرأ في وجوه الناس وسمعت من حديث الناس اللي أجوا عزونا، على العموم هناك غضب عند الناس بشكل كبير جدا. التفجير الإرهابي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وألحق أضرارا مادية في المنازل والسيارات. هنا لا قيمة لذلك عند أهالي المنطقة الشرفاء الذين عاهدوا وطنهم أن يرخصوا له الروح. إن شاء الله الإرهاب تقريبا خلصنا منه في الآخر مرحلة، وإحنا كنا فداء هالبلد. أنا أقول أخوي شهيد والدحوم شهيد، وإن شاء الله أكون أنا شهيد لهالبلد، ومنهم أول الناس وهم آخر الناس. إحنا شهداء هالبلد كلياتنا، يعني استشهدوا من الناس كثيرين ونحن مهنا جملة، ودامنا فداء هالوطن وفداء هالبلد. هنا حيث يلتحم الشعب بجيشه تصبح الأرض حصينة منيعة على من أراد لها الشر، ويصبح كل شريف فيها جنديا حارسا على أعتابها. واليوم أهالي المنطقة الشرفاء ازدادوا يقينا بصواب موقفهم ومضوا بعزم أكبر، هذه المرة بقبضة السلاح حيث الكلام الفصل. فمن حمل السلاح باسمهم ومارس الإرهاب يسكتونه بالسلاح، ولكنه سلاح حق. استهداف أهالي قرية أبو دالي والقرى المحيطة بها لم يزدهم إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب وصده عن أرضهم. من قرية أبو دالي بريف إدلب، رئيف أحمد، التلفزيون العربي السوري.